شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه؟ هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يفشي سرا يمشي مغرورا بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا لقد طلع الصباح. سأعود للنوم. صباح النور، أهلا بكما. لدي خبر جميل. ما هو؟ لقد توصلت إلى اكتشاف هام. هأنذا أصغي إليك، أخبرني. ما زال هذا الاختراع محتاجا للمسات الأخيرة، وعندما أنهيه تماما سأخبركم به فورا. إنه ثورة في عالم الاختراعات. كفاك تشويقا، قل لي. لا أبدا، بعد انتهائي سأخبركم. ومتى سينتهي؟ أياما قليلة فقط. كثير. كيف سننتظر كل هذا الوقت؟ كل آت قريب، لا تتعجلا. أخبرنا فور انتهائك إذن. بالتأكيد. لنتركه الآن، هيا. سأتابع عملي. أتشعر بما أشعر؟ رائحته، إنه هو. أعتقد أنك تقصد الأرنب. هو ما أقصده تحديدا. لقد رأيته. أتحداك أيها الشبل أن تمسك بي. هيا. كنت سأتمكن منك لولا بيمبو. إلى مهارتي. سأمسك بك. ظننت أنك صديقي. سأريك يا بيمبو، لكن بعد أن ألتقط أنفاسي. افهم موقفي. لا تبرر. Ha ha ha!
أرنب؟ نعم، لكن شرط أن أصطاده. يبدو أنه مسكن أودنا. علينا أن نطمئن عليه. هيا يا بيمبو، هيا. أودنا، هل أصابك مكروه؟ لماذا لا تجيب؟ أين أنت؟ ماذا جرى لك؟ يبدو أنني لن أستطيع الدخول في هذا الجو الخانق. ما زال سالما، الحمد لله. الاختراع بخير، الاختراع بخير. الحمد لله، الحمد لله. نعم، أنا بخير. لا شيء، اختراعي بخير. وما ذاك الانفجار؟ ما سببه؟ قل لي. هيا يا أودنا. تجربة فاشلة، المهم هذا. سأقوم بالتطهير. شكرا لك. اصبر يا أودنا، إنه يحرقني. أخبرينا يا أوليش، هل أودنا بخير؟ نعم نعم، وبأحسن صحة. والآن علي أن أذهب. اذهبي وأنت مطمئنة علي. لكن قبل ذلك، ما هذا الاختراع؟ مفعوله عجيب، ولكنني لن أتكلم عنه اليوم. نرجو ألا تقع انفجارات أخرى. انفجار؟ المهم في الأمر أن أودنا بخير. هل حدث الانفجار بسبب اختراعك؟ ليس بسببه، لكنه بسبب تجربة أقل أهمية. وهذا الاختراع؟ اسمعوا، هذا المحلول سيسبب ضجة كبيرة. ضجة؟ علي أن أخبر شيري خان. لونه جميل. أرجو ألا يكون هذا الاختراع خطيرا. ماذا؟ أجل يا سيدي، أجل يا سيدي. خيردي، قل لي كل شيء. هيا. لا، رأيته بعيني محلولا داخل الزجاجة. علينا أن نحصل عليه فورا. ما نوع الاختراع؟ لا، لم أعرف بعد، خشيت الاقتراب كثيرا. أنت جبان. اسمع، استعن بالقردة لمعرفة كل التفصيلات. حاضر حاضر، سأفعل. ترى هل أوليش في مسكنها؟ لقد طلع النهار يا اكس ال، انهض. ما رايك بمغامره جديده؟ ليس الان، ما زال الوقت مبكرا. كيف سنحصل على الكنز؟ لقد وجدت كنزا ثمينا. اين هو؟ دلني عليه. هيا. كان مجرد حلم. لم يحدث لهم عن اختراعه، لكنهم يبدو
موافقة لنفسه تماما. لقد اكتفى بالقول انه اختراع لم يسبق له مثيل. ان عدنا عبقري، اليس كذلك؟ اختراع؟ حسنا، لقد قام البوم باختراع، لنتحرك. قد يكون كنزا، هيا. وقد يضر علينا الكثير، لنذهب حالا. كم أنا سعيد بهذا الاختراع. إنه يجعل العين لا ترى الأجسام الحيوية بتفاعله مع لون البشرة. أين سأخبئه؟ هنا أفضل مكان. قل يا ثن، ماذا يفعل الآن؟ إنه نائم، لكنني لم أعرف أين وضع اختراعه. والآن ماذا رأيت؟ قل لي، لا تخف يا ثن. إنه محلول يجعل العين لا ترى الأجسام الحيوية بتفاعله مع لون البشرة. هيا بنا، سأتابع الأمر. ثن، أعد، لم أفهم. ولا أنا. عليكم أن تسرقوا. أنا أسرق؟ إنها أوامر شيري خان. الكلام سهل، كيف يمكننا الدخول إلى هذا؟ لا يهمني. قد يكون المسكن مراقبا. أريد الاختراع بأي ثمن. تلزمنا خطة. انتظروه حتى يخرج من بيته، ثم ادخلوا البيت واسرقوا الاختراع. هيا. خطة ذكية. أنا سأسرق قبلك. ما زال نائما. إنه ينهض. نمت كثيرا. سأجمع مزيدا من الأعشاب من أجل تجاربي. لا يوجد أحد. لأمضي إذن. هيا بنا الآن بسرعة. راقب جيدا. ماذا نفعل؟ لقد سبقنا الفأران. لا تقلق، سأتلقاهما عند خروجهما. أحسنت، وبذلك يكونان قد عملا من أجلنا. أسرع، إذا عاد ونحن هنا سيفتك بنا. حسنا. ما الذي جرى معك؟ ما زلت أحرس، لا تقلق. عنده كتب كثيرة. هاي، أنت دائما هكذا، لا يمكن الاعتماد عليك. وجدت شيئا؟ ليس بعد. والآن انتظر. لا يوجد شيء أبدا. انتبه. يا لك من أخرق. لا أدري ماذا جرى معهما، أظنهما سينجحان. أشعر بالحر. إنه مخبأ جيد، ربما يكون هنا. هل وجدت شيئا بعد كل هذا؟ والآن هل عثرت على شيء؟ أبدا، لونه جميل. يبدو أنهما وجدا. هيا. ماذا تشرب؟ قل لي. إنه شراب لذيذ. كان عليك ألا تشرب شيئا. أشعر بإحساس غريب. اهدأ.
أشعر أنني أصبحت خفيفا. أراك خائفا. علي أن أهرب وأنقذ نفسي. لماذا تخليت عني؟ لم أعد أرى منك سوى ملابسك. هل أنت إكس إل؟ بالطبع أنا، سأبرهن لك. انظر كيف أحرك قبعتي كعادتي. هل تأكد؟ نعم، لكنني ما زلت مذهولا. ما هذه الخزعبلات التي تقولونها؟ وضحوا لي، هيا وضحوا. الهيكل موجود لكن لا أحد بداخله. هل وجدتم الاختراع؟ عندما رأينا هذا الهيكل أريدكم أن تعذروا الاختراع في الحال. سيقضي عليكم شيري خان. هيا بنا. سأشرب قليلا. لا أنا سأشرب. اختراعي لقد سرق. يا إلهي، يا للكارثة، لقد خرجوا من السقف. شاهدنا دخانا كثيفا يتصاعد منه. حقا؟ نرجو ألا يكون في خطر. إنه محتاط لذلك. قد يفقد بعض ريشه فقط. ما رأيكم أن نطمئن عنه؟ أعرف أنكم تحبونه كثيرا، فهيا نذهب إليه. مرحبا، كيف الحال؟ الحال سيء جدا، لقد خربوا لي مختبري وسرقوا اختراعي. من فعل هذا؟ لم أعرف حتى الآن. سنتساعد في البحث عن الفاعل وسينال عقابه. معك حق، علينا أن نجد خطة مدروسة لإيجادهم. سنبلغ الأصدقاء بأننا نبحث عن السارق. لوجيم، ابدأ أنت بذلك. حالا. ماذا نفعل؟ المحلول ما زال مؤثرا. المؤسف أنه لم يبق منه شيء، هذا يعني أن الثروة قد ذهبت. أرى أن نعتذر عما فعلناه فورا. سان أكسل، كيف فعلنا ذلك؟ كيف؟ هل ما أشاهده منام؟ أرأيت، سيخبرهم جميعا. لنسبق. هذا أفضل حل أراه، لابد أن نتحمل تبعة خطأنا. لن تصدقوا أبدا ما رأيت. رأيت مع ثان هيكلا من الثياب يتحرك دون أن يكون أحد داخله. أليس أمرا غريبا؟ إذن يكون هو الذي شرب من محلولي الذي اخترعته. كيف ذلك؟ إنه غير مرئي. ماما
ها هو قد أتى، إنه هو من اعتدى على مختبري. مرحباً. أمي، ما تفسير ما أرى؟ لم يعد هناك شك في أنك متهم. ماذا تفعل؟ صحيح أنني غير مرئي لكنني موجود. أترى؟ إنه مذنب. يجب أن يلقن درساً لا ينساه. لا أرجو، انتظر، سترى أن عقابه أقل مما ستفعل به. إنه لن يعود مرئياً، ربما سيبقى هكذا دائماً. لا 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 لا، أرجوك افعل لي شيئاً أرجوك. هذا جزاء فعلتك. أريد أن أعود مرئياً، أريد أن أعود. ربما أجد حلاً لك. خردي، حاول تنفيسه من جديد. خردي، أريدك أن تحضر المحلول الذي أثر بهم. شربه كله. ماذا قلت؟ أريدك أن تعود إلى البوم حالاً وتأتيني بكل ما لديه من اختراعات، وإلا فإن مخالبي سوف تغرز في لحمك. حاضر، سأذهب، ولكنني أعتقد أننا لن نستفيد. ماذا؟ سأذهب، أصدقاؤه عنده. وإن يكن، إما أن تحضر لي المحلول الذي يجعل من يشربه منتفخا، وإما أن أنتقم منك أشد الانتقام يا جبان. حاضر، وسأحضر لك محلول الاختفاء أيضا. أنت الذي ألزمت به نفسك، إياك أن تعود دونهما. لا أستطيع وحدي. استعن بهذين القردين، لكنهما منتفخان. نفذ. تلون في البدء بعدة ألوان ثم اختفى عني. هذا ما حصل. أرجوكم سامحوني. انتهى مفعول المحلول. بعد أن أخذ درسا. افرح، لقد عدت مريا مثلنا تماما. يا فرحتي، لكنني بقيت سمينا كما كنت. عقاب شريخان عقاب قاسي جدا. أشعر بدوار، لقد علوت كثيرا. ذراعي. لقد صغرت وساقا. أمسكني. لقد جاءوا إلى مختبري وأفسدوا فيه ما أفسدوا. سهرت الليالي وعملت الأيام حتى توصلت إلى ما توصلت إليه، لكنه مساء استعمال اختراعاتي. لهذا علي أن أتوقف. حسناً، سأحرق كل المعلومات المتعلقة بما توصلت إليه أخيراً حتى لا تستخدم في الشر. هل سيبقى خيردي هكذا؟ انظروا إليه، هذا ما يستحقه من جزاء. وهكذا ضحى عودنا بتعبه في سبيل أصدقائه، فقد تلقى الفأران ثين وإكس إل درساً جديداً ليكونا فردين صالحين. أما خيردي فيكاد الذل والخوف يقتلانه. هل شاهدتم ذئباً في البراري يأكل أخاه؟ هل شاهدتم يوماً كلباً عض يداً درعاه؟ هل شاهدتم فيلاً يكذب يسرق يشهد زوراً ينكر حقاً يفشي سراً يمشي مغروراً بأذاه؟ سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء هل شاهدتم ذئبا في البراري يأكل أخاه هل شاهدتم يوما كلبا عض يدا ترعاه هل شاهدتم فيلا يكذب يسرق يشهد زورا ينكر حقا يمشي مغرورا بأداء سيمبا 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 قادم سيمبا جاء سيمبا عند التل بين قطعان الضباء سيمبا قادم سيمبا جاء سيمبا
سيمبا عند التالي بين طعن الضباء. سيمبا قادم سيمبا جاء. سيمبا عند التالي بين طعن الضباء. سيمبا قادم سيمبا جاء.